طيب بالنسبة للأعياد، ما هي أعيادكم والمراسيم الدينية؟ احنا عندنا 3 أعياد، عندنا عيد خاونكار، خاونكار؟ إيه، وعيد خاونكار يعني عيد صاحب الشعر، صاحب الخلق كله، وعندنا عيد طوالقاء، واثنينات العيد يعني واحد يعني بداية أربعينية الشتاء والآخر في منتصف بعد منتصف الأربعينية الشتاء يكون، أحيانا وعندنا صوتي عيد انقطع كاكا رجل. عيد نوروز، وعندنا عيد نوروز هو يعني يعتبر رأس السنة عندنا، لأن هو نفس اليوم اللي ولد به سلطان الساقط. طب بما أن صوتك كان يقطع شوي، ممكن نعيد؟ مثلا عيد نيروز يعتبر مثلا العيد القومي للكرد. يعتبر عيد قومي للكل، احنا ما علينا بالناحيه القوميه من عدوك، هو لا لا، عيد لانه يعتبر هو يوم من السنه حسب التقويم اللي احنا نعتمد عليه كالمؤمنين اليابانيين يعتمدون عليه كتقويم راس السنه، وايضا يصادف اول يوم من يوم نوروز يصادف يوم ميلاد حضره سلطان اسحاق. فأنا سؤالي كان إنه يعني العفو، أنا قلت هو يعني العيد هو نوروز هو العيد القومي للكرد، أيضا يعتبر عيدا دينيا لدى الديانة الكاكائية، تمام بالضبط، ولدى البهائيين ايضا، لدى البهائيين أيضا هم أيضا ولدى ديانة. ايضا ولدى صح الزرادشتية ايضا حسب ما صح سمعت منهم.